بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هفرجكم على الهوية بتاعتي. النهاردة 9/8/2022، عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده نوعين من الهوية، الكريمسون كوين اهوت قدامكم، و بسم الله ما شاء الله الأطراف بتاعته مزودة اهيت، وحاجة جميلة جدا. أنا بروي على مية فكرة بمية ساعة، يعني بجيب زي من التلاجة أروي بيها. بسم الله ما شاء الله النبات، يعني احنا عندنا في مصر بيبقى الجو حر شوية، فهو بطبيعته ما بيتحملش الحرارة وأشعة الشمس المباشرة، خاصة في الوقت ده من السنة، يعني في شهر 8. ده بور أمطار فوات، حالته جيدة بسم الله ما شاء الله عليه. و زي ما بقول لحضراتكم كده، أنا نقلته في الظل، كان الوضع بتاع النبات صعب شوية في بداية مجالي. طبعا النبات بياخد في البداية مرحلة تعارف لحد ما يتعود على المكان اللي هو فيه، بيتعامل معاه الطفل الصغير. بنيجي مثلا بنحطه في مكان ظل شوية، منعرضوش لحرارة مباشرة. يفضل يعني ان احنا كل يوم مثلا قبل المغرب بشوية نحطه ساعة مثلا في المكان اللي هو هيقعد فيه او هيبقى الاساس بتاعه، ما نسيبوش على طول. اوت زي ما حضراتكم شايفين، اوت الزيادات هيات بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدا. الأطراف مزودة هيات كلها بسم الله ما شاء الله. ده كمان زيادة جديدة، كل ده على فكرة يعني اليومين اللي فاتوا بس، بعد آخر فيديو رفعته لكم. بسم الله ما شاء الله، زيادة برضو هيات. هنا اللي زرعينه مائي إن شاء الله برضو هنقلوه تاني. وهنا بسم الله ما شاء الله، دي بتدلع في أحلى حلقاتها بسم الله ما شاء الله عليها. حضراتكم شايفين الورقة جميلة جدا، حضرتهم أنا الشدة ديت من البوص علشان يتسلقوا عليها، وعشان البوص ناعم شوية فأنا اضطريت أربطهم لحد ما نشوف الدنيا فيها ايه. الله أكبر العظيم في كل لحظة بسم الله ما شاء الله. النبات ده على فكرة كل الورق ده جديد، كل الورق اللي تحت ده جديد مجدده لسه قريب. وهنا كمان مائي برضو، حالته جميلة بسم الله ما شاء الله. التلات ورق دول مجموعة ديت جديدة، ده حجر كده لقيته قلت أزين بيه. هنا عندنا العطر اهوت، حالته جيدة، دي برضو مائي. وعندنا هنا كله بسم الله ما شاء الله. ده التلات ورقات، الورقة الكبيرة والورقتين الصغيرين التانيين دولت لسه جداد. وهنا برضو شرحه، الورقتين دولت جداد لسه ماشي. عندنا هنا الزنب اهوت، حد كده و بسم الله ما شاء الله عليه اهوت، بيكبر يوم عن يوم. والياسمين الافريقي اهوت ما شاء الله عليه بصحة جيدة جدا. حيرني ورقة بقلب ورقة من غير قلب، مش عارف انا ايه ده. يعني عملت نظام جديد اهوت في الرصة بتاعت النباتات، جربتهم، خليت اللي هو اللي مزود على جنب واللي لسه بيزود على جنب، واللي لسه شوية قدامه حبة برضو حطيناه على جنب لوحده. هنا على فكرة انا اللي في العلب دي اساسا تراب، لكن انا جيت حطيت تزويده ورق شجر وكلام من ده، ورق جوافه اهوت زي ما حضراتكم شايفين، حتى فيه ثمار جوافه صغيره واقعه جت في الورق زي ما حضراتكم شايفين. الجارونيات او الخبيزه ماشي ان شاء الله، يعني تبقى كويسه ان شاء الله. وعندنا هنا الصبار اهوت اللي زرعناه، حالته كويسة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. الزرع بقى اللي أنا مش عارف اسمه ايه، ده اللي يعرفه يقول عليه. وكمان النعناع السعود اهوت، يعني في كام عود كده مش ولا بد، بس إن شاء الله هيبقى حالتكم كويسة بعدين، بس إن شاء الله أنا مش قلقان عليهم ولا حاجة. ونختم بأميرة الأميرات حبيبة قلبي الأرض الشمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.